بالحق نزل، المقتبس من قوله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ما زلنا ننهل من هذا الكتاب العظيم المبارك ونحن في شهر القرآن. يقول أيضا البروفيسور آرثر إليسون: لقد دهشت حقا عندما علمت مؤخرا أن هناك إشارات علمية في القرآن والحديث. بل إن ألواح الطاقة الشمسية بتكون هي مستوحاة، هذه التي نصنعها صنعها الإنسان مؤخرا هي مستوحاة من شكل الورقة ومن وظيفتها. ننهل من هذا الكتاب العظيم المبارك ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان. ننهل من هذا الكتاب العظيم بمعجزاته، بإبداعاته، بتأملات هذه الآيات الكونية العلمية وكل الأمور الأخرى التي تتعلق بالإنسان وباقي مخلوقات الله تبارك وتعالى.